السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، فيديو اليوم اللي غنطرقوا ليه خروج سكينة غلامور بعد الحكم على الدنيا بسنة نافذة، وتخفيف الحكم على كل من العجم وعائشة عياش، والاحتجاج ديالها على هذه الحجرة والظلم اللي لاحقها بعد ما استثنيت من التخفيف، ومن بعد ما أكدت مرارا وتكرارا أنها ضحية هذا الحساب، وتقولبات بسبب الثقة ديالها العمياء بالمغنية، بالرغم بإدلائها بمجموعة من الأدلة لسعادة القضاء من الرفع من هذا الحكم ضد هذه المغنية المشبوهة. وهادشي كامل كنشوفو من بعد الخروج الاخير، واللي كانت هدات انها تفضح يعني ديك الاسرار ديال هاد المغنيه بعد ما كانت معاها كصديقه، ومن بعد ما كانت عطاتها نيتها كثيره لهاد السيده، وكتعتبر غلامور بان هي الاولى بالتخفيف من الحكم على غرار باقي المتهمين. فبالمناسبة أخوتي، فسكينة محكومة بسنتين سجنا نافذا، وحتى أنها عندها واحد بنيتة صغيرة وتتوسل القضاء من أجل الإنصاف ديالها. فبالرغم من هذا الحكم على المغنية، فالمحامي ديالها اللي غيمر عبر محكمة النقض والإبرام لتبرئة الموكلة دياله ومن جميع التهم المنسوبة إليها، وإذا اقتضى الأمر سوف يتم اللجوء إلى العفو الملكي، وهذه خطة أخيرة لطي هذا الملف. ولكن استبعد هذا الأمر لكون إذا طالبوا بالنقد والإبرام فما يبقاش عندهم الحق بالعفو. وفي خرجة الأخيرة لمريم السعيد، تلك المغربية المذيعة في إحدى القنوات MBC، فاللي كانت مضرة وكانت ضحية من هذا الحساب المشؤوم، فهي خرجت وشكرات فيه القضاء المراكشي اللي نصفها لكونها كانت ضحيه لهذا الحساب المشؤوم كما ذكرت. فالله سبحانه وتعالى ما كيبغيش الظلم حتى لشي واحد اللي دار الذنب، فاللي دار الذنب اخوتي يستاهل العقوبه. فالفرحه الكبرى من اللي تطلق صراح الاستاذ محمد المديمي اللي دائما داخل السجن الودايا يعني غير مظلوم بسبب ديك الشكايات الكيديه. فعما قريب غتكون بشرى حرية الأستاذ المديمي المناضل الشريف. فهذا السيد المناضل الشريف اللي معروف بالنزاهة دياله، بالعمل الحقوقي اللي دائما كيحارب هذوك المفسدين، وكان دائما واقف يعني ضدهم، ودائما كيشوههم، ودائما كيجيب أدلة اللي كتفضحهم. هادشي اللي خلاهم أنهم يرفعوا هاد الشكايات الكيدية ويوضعوه في السجن الوداي، وتسبوا لي في هاد الحكم يعني الظالم. فكنتمنى من الله عز وجل انه يطلق سراحه، واللي هو كذلك ضحيه لهاد الشكايات الكيديه والثغرات الشيطانيه، فالله غيدير شي تاود الخير، واللي يحفر شي حفره خوتي الاخير غادي يطيح فيها. فالمغاربه خوتي سواسيه امام القانون. فبهاد المناسبه كنطالبوا يعني المسؤولين، كنطالبوا القضاء بمحاسبه الجميع. فالمحامي المغنيه اللي مازال مصدوم من بعد ما كان واثق 100% بالبراءة ديال الموكلة دياله، والأخت ديال ابتسام، والأخت ديال عفوا الأخت ديال دنيا باطمة اللي كان عاطيهم واحد البراءة وعارف أنهم غيحصلوا على ديال البراءة، فهادشي كامل تبخر، فهادشي كامل تبخر أخوتي. وحتى الخارجات اللي كان كياخذ كياكد باللي المغنيه ما عندها حتى علاقه بالحساب المشؤوم، هي والاخت ديالها كما ذكرت كلشي خوتي مشى. فهنا كتبان النزاهه ديال القضاء اللي قام بالعمل ديالو ونصف جميع الضحايا اللي تضروا بسبب هذا الحساب المشؤوم. حنا دائما مع الحق، وحتى الناس اللي كينساندوا هذا الاستاذ المديمي داخل وخارج الوطن، وتحيه كبيره للجاليه المغربيه اللي قايمه بالواجب واجب ديال اخوتي بسبب هذيك الوقفات التضامنيه. لولا هذيك الوقفات التضامنيه، لولا الخراجات، لولا رفع الصوت يعني الوصول الصوت الى المسؤولين اللي صراحه بان الحق وبانت الحقيقه من وراء هذا الحساب، ومن وراء شكون اللي كيسير هذا الحساب، وشكون اللي كيعمل في الخفاء من اجل الانتقام. فبخروج هذا الحكم النهائي ضد المغنية المشبوهة واللي عرف
واحد ضجة كبيرة، واللي حتى الناس اللي كانوا كينتظروا هذا الحكم راهم مرتاحين أخوتي اللي حد الآن بسبب هذا الإنصاف اللي تنصفوا به الضحايا اللي كانوا ضحية هذا الحساب المشؤوم. فكنتمناو مرة أخرى أخوتي كنتمناو أن الأستاذ المديمي فهو كذلك يعرف النزاهة ويعرف البراءة، لأن هذا المشكل اللي وهذا القضية اللي طال الأمد ديالو طويل واللي كنا كنتمناو من الله عز وجل يتسد هذا الملف ويخرج الأستاذ المديمي العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة والأم ديالو المكلومة اللي مازال كترجى الله سبحانه وتعالى، وحتى في الخرجة الأخيرة اللي وجهت رسالة لصاحب جلالة بالأجل إنصاف الإبن ديالها اللي عارفاه شنو كيعمل وعارفاه أن العمل ديالو القانوني والحقوقي، واللي دائما بجنب الفقراء بجنب يعني المظلومين والمكلومين واللي كيدافع عليهم حتى يبان الحق ديالهم. صراحة أخوتي إحنا دائما مع الحق، وحتى الناس الجالية المغربية بالخارج اللي كنحييهم من هذا المنبر العمل ديالهم والوقوف ديالهم بجانب الأستاذ المديمي، جزاكم الله خيرا لأنكم عملتوا واحد العمل ولو رسالة رسلتوها لجميع المسؤولين. هذه رسالة لجميع المسؤولين أنهم قاموا بالواجب. فحتى الناس اللي كانوا كيدافعوا دوك النقافات اللي كانوا كيدافعوا على هذيك المغنية فكل شيء بان كل شيء تفضح، فهذا دليل على أن الكلام ديالنا والدفاع ديالنا اللي كنا كندافعوا على الأستاذ مديمي واللي كنا كنشوفوا يعني الظلم بعيني والحقرة في حق هذا الإنسان بسبب هذا الحساب المشؤوم اللي تسبب ليه في السجن الودايا، واللي كنتمناو عما قريب إن شاء الله تكون تعم واحد الفرحة كبيرة. وهذا الشيء كامل أكدوا لنا المحامين يعني المحامين العمالقة المحامين اللي أكدوا أن البراءة آتية لا محالة واللي غيرجع العائلة ديالو عما قريب. إخواني أخواتي، ففي انتظار الخبر الصار في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله اللي هو الصراح اللي هو البراءة للأستاذ المديمي من هذا الحساب المشؤوم واللي حاولوا يلفقوا له مجموعة من التهم الخطيرة، وهنا كيبان لنا العمل ديال هذا القضاء لنصف هاد الضحايا ومن بينهم الأستاذ المديمي مفجر هذا الحساب، وحتى الناس الضحايا راه بدا يبانوا كما ظهرت يعني هذيك مريم السعيد مؤخرا وشكرت القضاء النزيه اللي انصفها كذلك بالرغم انها ما رفعت حتى شكايات وعارفه بانها كانت مظلومه بسبب هذا الحساب اللي شوهوا يعني الصورة العائلية ديالها وتسبوا لها بمجموعة من المشاكل يعني المهنية، وهذا شيء كامل راه الجميع كيعرفوه. وحتى أن الناس اللي مازال ما كيبانوش الضحايا فهم كتار أخوتي اللي ما قدروش أنهم يتكلموا، فغيبانوا مجموعة من هاد الضحايا غيبانوا وغيشكروا القضاء لأنه ما كانوش كيقدروا يبانوا في هاد المنابر الإعلامية خوفا من انتقام ديال هاد الحساب المشؤوم وخوفا من المغنية. إخواني أخواتي، حاولوا بارتاجيو عملوا لايك لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.